مساء الخير. مهما مرت سنين على التأسيس القصري لدولة الاحتلال الصهيوني وزرعها زي الخنجر كده في قلب المنطقة العربية، عمر الصهاينة ما هينسوا انهم اصلا مجموعة عصابات إجرامية. الاسم دولة ليها علم، عضوة في الأمم المتحدة، لكنها على أرض الواقع عصابة بتشتغل بنفس منهج العصابات. عمر الكيان الصهيوني ما هيبقى دولة تحترم القوانين والتشريعات الدولية، وزي ما تاريخهم كله عمليات قتل واغتصاب وتعذيب وسرقة، فواقعهم الحالي كده برضو. أكبر دليل على فكر العصابات الصهيونية اللي مسيطر عليهم هو عملية الخطف اللي نفذوها فجر السبت. خطفوا مواطن لبناني على أرض دولة مستقلة ومن قلب منطقة بتخضع لدوريات قوات الطوارئ الدولية الخاضعة للأمم المتحدة، وتحديدا كده من البحرية الألمانية اللي المفروض إنها منتشرة على طول الساحل اللبناني. عصابة الصهاينة نفذت عملية إنزال بحري على شط مدينة البترون. راحوا لشاليه معين قريب من الشط، خطفوا المواطن اللبناني عماد أمهز، ده قبطان بحري بيشتغل مع شركات دولية ملوش أي علاقة بالسياسة. أخدوه للشط، ركبوا نفس الزوارق اللي جم بيها وراحوا بيه للداخل الصهيوني. تنظيم إجرامي في زي عسكري خد هذا الرجل، اختطفوه، غموا عينيه في حماية وصمت الجنود الألمان اللي هم جزء من قوات اليونيفيل اللي المفروض بتراقب المياه الإقليمية اللبنانية. وكأن في تنسيق حصل ما بين العصابات الصهيونية والقوات الدولية. قدامهم خدوه وراحوا في الداخل الصهيوني. طبعا قوات اليونيفيل نفت تسهيل عملية الخطف أو انتهاك سيادة لبنان. ولو تسألوني، لازم اللبنانيين يعتمدوا على نفسهم في تأمين حدودهم وصيانة أمنهم، لأن قوات اليونيفيل طلع زي قلتها في مواجهة الصهاينة. والاسم إن كان فيه قوات دولية. طبعا أي حاجة فيها وصف دولية لا تعني أي شيء للكيان الصهيوني اللي بيحتقر النظام الدولي وقوانين مؤسساته. المقاومة اللبنانية لازم ترفع شعار ما حك جلدك مثل ظفرك. والحادثه دي بتستدعي من كل اللبنانيين انهم يتوحدوا في ظهر بعض، لانه المستهدف مش المقاومه، ولكن المستهدف هو كل لبنان وكل اللبنانيين. واللي حصل ضد القبطان اللبناني ممكن يتكرر ضد اي مسؤول لبناني، سواء بالخطف او بالاغتيال. اختطفوا قبطان لبناني دخلوا خدوه راحوا على الكيان الصهيوني. ايه ده؟ الحقيقه الجريمه دي لازم يحصل فيها تحقيق واسع، لانه مركب عصابات الصهاينه مش بس اخترق المياه الدوليه، ده حصل انزال على سواحل لبنان رغم وجود الالمان. حد هيقول لي وايه اللي هيفرق موقف العار الالماني من دعم الصهاينه عن موقف جنودهم في غض الطرف عن اقتحام حدود واراضي لبنان؟ اللي يفرق انه الالمان في لبنان شغالين تحت رايه الامم المتحده. والموضوع لازم يحصل فيه تحقيق واسع وما يتسكتش عليه، لان تواطؤ الالمان معناه ان الحرب الدايره هي حرب عالميه، واحنا منذ البدايه من الاول سمينا الامور بمسمياتها وقلنا ان الحرب على غزه هي حرب عالميه. طبعا العالم الغرقان في العار محدش فيهم هيطلع له حس ولا هيقول ان ده ارهاب وان ده اختراق لسياده الدوله ولا اي حاجه، لانه الغرب جزء من الحرب العالمية الدايرة على المقاومة ضد الصهاينة، وده وصفها الواضح، الحرب العالمية. الحرب اللي في يومها ال 394 لسه مستمرة بنفس وتيرة الإرهاب والإجرام، وبتنفذ عمليات إبادة جماعية في كل حدود قطاع غزة، وتحديدا في بيت لهيا وجباليا وفي كل قرى جنوب لبنان من غير استثناء. إرهاب غير محدود، ويطلعوا لك معلومات مضللة وأكاذيب تبرر المجازر ويقتلوا المدنيين ويحرقوا المستشفيات بحجة أن المقاومة بتستخدمها مقرات ومخازن للسلاح وأنها بترتكب الجرائم. يعني إيه ده؟ بيعملوا كل ده من غير أي دليل؟ وكل الأماكن اللي قالوا فيها أسلحة
لما قصفوها ما طلعش في اي اثر لاي اسلحه، ولسه جيش الاحتلال العاجز عن مواجهه المقاومه الفلسطينيه بيقول ان قدامه كمان 6 شهور عشان يقضي على وجود المقاومه في شمال غزه. لسه جيش الاحتلال بيطلع انذارات اخلاء لكل القرى اللبنانيه في الجنوب وبيدمر التاريخ والحضاره فيها. كل الاجرام ده بيحصل والامريكان بيطمنوا على حمايه سماء الكيان الصهيوني، وبشكل رسمي فهمي نظمي قائد القياده الوسطى بالجيش الامريكي بيزور الاراضي المحتله عشان يطمن على منظومه الدفاع الجوي اللي بتحمي الصهاينه باعتبارها التزام اخلاقي. التزام اخلاقي، مش عارفة بتجرؤوا ازاي تستخدموا كلمة اخلاق اصلا في هذا السياق. ايه ده؟ ادارة جو بايدن مصرة لاخر لحظة تأكد انها ادارة صهيونية اكتر من الصهاينة نفسهم، زي ما قال بايدن وهو بيحج لتل ابيب بعد عملية طوفان الاقصى. لسه الامريكان بيعلنوا اضافات جديده من قواتهم للمشاركه في الحرب العالميه ضد المقاومه في المنطقه، ودخول الطياره الحربيه الاكثر رعبا في العالم. الطياره الحربيه الاكثر رعبا في العالم دي طراز بي 52 بتقدر تشيل اكثر من 3 طن متفجرات، بتشيل اكثر من 3 طن متفجرات، وبتقدر تطير 14,000 كيلو من غير ما تتزود بالوقود. عندها قدرة انها تشيل 20 راس نووي على صواريخ كروز، الطيارة الاكثر رعبا في العالم. الامريكان بيبعتوها للصهاينة، الطيارة الاكثر رعبا في العالم. كل الارهاب ده بيحصل عشان ايه؟ عشان حماية راس مجرم الحرب الارهابي الفاسد بنيامين نتنياهو، اللي الصحافة العبرية نفسها بتوصفه هو واللي حواليه بانهم عصابه اجراميه من الشخصيات المشبوهه عايشه في بيئه مسمومه خارج نطاق القانون. اللي بيقول كده مين؟ الصحافه العبريه مش احنا. ما هو الفتره الاخيره كل شويه بنيامين نتنياهو يطلع يقول لك ايه؟ تطبيق القانون الانتقائي، كل شويه بقت الكلمه دي او العباره دي متكرره في تصريحاته. ورغم كده الغرب والامريكان مصرين يبقوا جزء من البيئه المسمومه دي عشان يحموا راس مجرم الحرب بنيامين نتنياهو من المحاكمه بتهم الفساد والفشل. الفشل اللي لحد دلوقتي دفع ثمنه واتقتل بسبب سياسته 1802 صهيوني من وقت طوفان الاقصى، واحنا عرفنا القاعده كويس في كيان بيتنفذ كذب وتضليل، اضرب الرقم ده في 10 ويمكن اكتر. ده غير عشرات الأسرى اللي اتقتلوا في غزة على إيد جيش الاحتلال اللي بينفذ علنا في أكتر من مناسبة بروتوكول هانيبال اللي بيقتل الأسير عشان يخلص من صداع أهله، وما بقاش فاضل في أحسن التقديرات المتفائلة من الأسرى الأحياء في غزة إلا 51 أسير يعانوا من الرعب والجوع زي ما بيعاني الفلسطينيين بالظبط. وده اللي خلى عائلات الأسرى الصهاينة يطلبوا من المجلس الوزاري سحب ملف صفقة التفاوض من إيد نتنياهو، لأنه مش بيهتم إلا بأمنه هو الشخصي وبمصيره السياسي، وبيستخدم حملة من الأكاذيب علشان يعني يخفي فشله في تحرير الأسرى. واللي بيقول كده هم أهالي الأسرى الصهاينة مش إحنا. صهاينة الكيان الإرهابي شايفين نتنياهو على حقيقته، لكن صهاينة الغرب بيورطوا نفسهم وبيورطوا المؤسسات الدولية في جرائم حرب عشان يحموه ويحموا راسه ويبرروا أفعاله ويدعموها بلبن العصفور. ده جابوا له الطيارة الأكثر رعبا في العالم. عشان كده ومع كل اللي بيتقال عن المفاوضات والاتفاقيات، الواقع على الأرض بيقول إن الصهاينة هيفضلوا غرقانين في وحل نتنياهو لحد ما يحولوا الشرق الأوسط لحلبة نار تحرق الكل. ودينا عايشين في حرب من التصريحات والتهديدات ما بين الكيان الصهيوني وإيران، واللي كل واحد فيهم بيحذر التاني من مصير أسود بمجرد ما الانتخابات الأمريكية تخلص ويبان كويس شخص وسياسة الصهيوني الجالس في البيت الأبيض، سواء كانت كامالا هاريس وريثة سياسة جو بايدن أو دونالد ترامب حليف مجرم الحرب نتنياهو وصاحب الوعد الجديد للكيان الصهيوني بتوسيع حدوده على حساب جيرانه في المنطقة. ما حك جلدك مثل ظفرك،
وما حمي حدودك مثل جندك. ده الدرس اللي لازم كلنا نكون استوعبناه وفهمناه وهضمناه ولكل حادث حديث. ربنا يا رب يحمي بلادنا وأرضنا وأهلنا من كل شر ومن كل سوء. مصر جديدة، أهلا بكم. ينضم لنا من بيروت دكتور علي يحيى الصحفي والمستشار في العلاقات الدولية، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. بداية، عملية الكوماندوز الإسرائيلي لخطف القبطان اللبناني من مدينة الباترون، يعني هل نعتبر هذه العملية مرحلة جديدة من العمليات في داخل الأراضي اللبنانية؟ والتساؤل أيضا، أين كانت قوات اليونيفيل الموجودة على الحدود اللبنانية؟ طبعا بداية مع التحية لكم مجددا والتحية للمشاهدين. يعني يمكن هيدا هو حديث 48 ساعة الماضي بلبنان بعد تمكن قوة كوماندوس من الدخول إلى الأراضي اللبنانية، ودخلت وخرجت بخطة دون أن ينتبه لها أحدا. يعني يمكن بدي أقول شغلة ما بعرف هي مضحكة أو مبكية. قوة من 20 أو من 25 ضابط وجندي من الكوماندوس البحري فاتوا خطفوا مواطن لبناني، ولم ينتبه أحد أن هناك مواطنا لبنانيا مخطوفا من لبنان إلا حين فقدت الزوجة أثر زوجها وحاولت الاتصال به عبر الهاتف فلم يجب. بلغت الدرك والدرك بلغ الجيش اللبناني. الجيش اللبناني شاف الكاميرات بمحيط مكان العملية الخطف وتبين أن هناك مجموعة إسرائيلية دخلت إلى لبنان، نفذت عملية الخطف ثم خرجت. طبعا هيدا بدلنا على أنه لبنان للأسف الشديد هو يعني مكتبح، وأن هناك حاجة لأن يكون هناك تنسيق وتعميق للتنسيق بين المقاومة اللبنانية والجيش اللبناني. وكمان هيدا بيخدنا لدور اليونيفيل المعنية بحماية الحدود البحرية للبنان، وتحديدا القوة الألمانية في اليونيفيل المعنية بحماية الحدود البحرية في لبنان وفق ال 1701 الذي يطالب به الجميع، ليتبين أنها لا تحمي لبنان إلا من الصواريخ التي تخرج من لبنان والمسيرات التي تخرج من لبنان وتذهب إلى فلسطين المحتلة. بالتالي اليوم هناك مطالبة بوجوب إعادة النظر بالعلاقة مع القوة الألمانية داخل اليونيفيل التي اتهمها البعض بأنها سهلت دخول هذه القوة الإسرائيلية التي لم يكن بإمكانها أن تدخل لو تم تبليغها من اليونيفيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا شك أنه ما حدث أيضا يفترض أو يفرض على الدولة اللبنانية إعادة قراءة المشهد السياسي والتعامل مع ما حدث بمعايير جديدة، لأنه ما حدث ينتهي السيادة اللبنانية، لأنه الباترون هي منطقة ليست حدودية وبالتالي لا إمكانية، هي منطقة حاضنة لحزب الله وليست منطقة يتواجد فيها أيضا حزب الله. هي منطقة. ومين هو عماد أمهز؟ مين هو المواطن اللبناني اللي تم اختطافه؟ يعني حتى اللحظة ليس هناك معلومات شافية ووافية. هناك المصدر الإسرائيلي ذكر أن له ارتباط بحزب الله، ليس هناك أي معلومة أو مصدر من حزب الله أكد أن هذا الشخص ينتمي إلى حزب الله. والد عماد أمهز قال أنه ابني لا علاقة له بحزب الله ولا أدري لماذا اختطفته إسرائيل، وإن قال إن ابنه بيدرس في معهد مرساتي للعلوم البحرية والتكنولوجية في مدينة الباترون، وإنه كان بيتابع الدورة السادسة له بهذا المعهد. دي المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها حتى هذه اللحظة. صحيح، هيدا دقيق، هيدا بيحطنا أمام احتمالين. بحال كانت هذه المعلومات دقيقة يتبين أنه هذا مواطن لبناني خطف من الأراضي اللبنانية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهنا يتوقع أن يكون هناك مسؤولية قانونية على هذا الجيش لاستعالة هذا المواطن اللبناني المقتول. وبحال كان هذا الشخص ينتمي إلى حزب الله، هذا ماذا يعني؟ يعني أن ما زعمه وزير الدفاع الإسرائيلي من أنه نجح في تدمير القوة البحرية لحزب الله هو غير صحيح، بدليل أنه بحال ثبت أن هذا الشخص
مرتبط بحزب الله وبالقوة البحرية لحزب الله. هذا بيعني انه الجيش الاسرائيلي لا زال حتى اللحظه يبحث عن معلومات تتعلق بالقوه البحريه لحزب الله، وهذا ما دفعه الى تنفيذ عمليه ومحاوله خطف هذا المواطن او هذا المقاوم، لانه انا ما بقدر اكد ولا انفي الا وفق المعلومات اللي ذكر فيها. نتنياهو قال النهارده انه مفتاح اعاده مواطنينا للشمال هو ابعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني، هل دي من الاهداف المطاطه اللي نتنياهو بيستخدمها لاستمرار الحرب للقضاء على المقاومه سواء في يعني لبنان او في غزه؟ يعني كمان يمكن قبل ما اجاوبك على هذا السؤال، قبل شوي اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيليه ان بنيامين نتنياهو الغى زيارته الى قريه المطله، الى مستوطنه المطله عند الحدود اللبنانيه بسبب انفجار او بسبب انتهاك حزب الله للمطله ولنقطه قياده انشاها الجيش الاسرائيلي في المطله قبل 20 دقيقه من مجيء بنيامين نتنياهو. هذا بيعني انه المقاومه اللبنانيه لا زالت عند الحدود، لا زالت بكتركلا، لا زالت بالخيام، لا زالت بعيط الشعب، لا زالت بمارون الراس، ولا زال اكثر من 70 الف جندي اسرائيلي حتى اللحظه عاجزين عن السيطره بشكل كامل على قريه واحده، بالرغم من انهم تمكنوا من الدخول الى بعض القرى لكنهم لم يستطيعوا التثبيت. وزياره بنيامين نتنياهو تؤكد فشل الجيش في المحاولات التي حاول القيام بها خلال الشهر الماضي. وايضا لا شك انه جزء من اهداف الحرب المعلنه الذي يستخدمها بنيامين نتنياهو لشد الاعصاب هو ابعاد حزب الله عن شمال او الى شمال الله يطول عمرك، لكن هل ما يحدث هو فعلا لابعاد حزب الله عن شمال الله يطول عمرك؟ هل تدمير قرى في البقاع يؤكد هذا الأمر؟ هل محاولة قطع التواصل بين لبنان وسوريا يؤكد هذا الأمر؟ هل تدمير جزء من البنية الصحية في لبنان يؤكد هذا الأمر؟ لا شك أنه أهداف بنيامين نتنياهو هي أعمق وأكبر من هذا الأمر، هو يهدف إلى تنفيذ هندسة ديموغرافية في جنوب لبنان، يهدف إلى تهجير الحاضنة المباشرة للمقاومة اللبنانية، وهو يهدف خلال مرحلة لاحقة بحال نجح في التوغل وتحقيق اختراقات جديه هو يهدف الى التوغل لمحاوله فصل الحدود اللبنانيه عن الحدود السوريه والتاثير لاحقا ايضا في الخيار السياسي لسوريا، لانه الجيش الاسرائيلي والكيان الاسرائيلي يحاول استخدام جزء من النجاحات التكتيكيه التي حققها خلال موجه الهجوم الاول على لبنان لصرد خيارات سياسيه على سوريا لدفعها الى الانسحاب من المشهد السياسي بما يتلائم مع الرؤيه الجديده للمنطقه. الجيش الاسرائيلي كل شويه بيعلن عن اخلاء مناطق من جنوب لبنان، مناطق سكانيه من جنوب لبنان، هل حصل توغل بري في هذه المناطق؟ المناطق دي اخبارها ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني جنوب الليطاني حاليا ما في اي مدنيين بمناطق جنوب الليطاني وهي المنطقه اللي انا بنحدر منها. طبعا الجيش الاسرائيلي ايضا يحاول دفع جزء من السكان شمال الليطاني حتى محيط الاول لكي ينزحوا الى بيروت ولكي يحاول من خلال دفعهم الى التهجير للضغط على حزب الله وللضغط على الدوله اللبنانيه ومحاوله تفجير التناقضات الداخليه اللبنانيه. اذا الهدف هو ليس هدفا عسكريا بحثا او هدفا يتعلق فقط بالمسار العمليات للجيش الاسرائيلي، انما هو يهدف الى تنفيذ هندسه ديموغرافيه ويهدف ايضا الى محاوله تهجير اهل الجنوب واهل البقاع الى مناطق اخرى لمحاوله تفجير التناقضات الداخليه، وهذا ما يهدف اليه ايضا الجيش الاسرائيلي والحكومه اليمينيه في تل ابيب ايضا بالتعاون والتنسيق مع الاداره الامريكيه ورباعي الحرب تحديدا هوشتاين بلينكن ماكر هو وزاره الدفاع الاسرائيليه اطلقت برنامج المدافع عن الشمال اللي بيخصص 35 مليون دولار لاقامه منشات ومكونات امنيه لسكان شمال اسرائيل. يعني هيدا بياكد الشيء اللي كنا عم نحكي منه شوي، انه الجيش الاسرائيلي فشل في حمايه الشمال، فشل في ابعاد حزب الله جنوب الليطاني، فشل
فيما ادعاه من انه دمر 80% من لدرجه محتاجين 35 مليون دولار لحمايه سكان شمال اسرائيل. هو كل يوم بنقوا على الاداره الامريكيه بعثوا لنا بطاريات اضافيه من الساد. يا اخي طب ما انت عندك قبه حديديه وعندك ارو واحد وعندك ارو اثنين وعندك منظومات كامله من الدفاعات الجويه، ليش بدك تحالف بحري؟ ليش بدك منظومات امريكيه لحمايتك؟ ليش كل يوم تطلع بتنق على الاداره الامريكيه يبعثوا لك شويه مساعدات؟ ما انت قد ودود يا نتنياهو. صحيح، اشكرك شكرا جزيلا من بيروت، كنت معنا دكتور علي يحيى الصحفي والمستشار في العلاقات الدوليه. ما بقيناش بنعرف نميز مشاهد الدمار والغدر اللي بنشوفها هي في غزه ولا في لبنان. في فيديو بيبين حجم الرعب من الحالة اللي وصل لها العالم بموت ضميره اللي ما بقتش أي حاجة تهزه، جتته نحاست من المجازر اللي خلاص بقينا نشوفها كل ثانية، مش كل يوم، كل ثانية عادي. فيديو لمسعف بيكلم طفلة ناجية من عملية قصف حصلت لبيتهم وبتصرخ وهي بتقوله إنها سمع صوت أختها الطفلة الصغيرة عائشة، مش عارفة اسمها عايشة ولا إيه، بس هي سمع صوتها لكنها مش قادرة توصل ليها. ملامح الرعب والوجع والصدمة اللي على وش الطفلة يعني كان زمان كفيلة انها تخلي عيون العالم تتجه ليها، تخلي ضمير العالم يبص لها، ولكن للأسف خلاص مفيش ضمير عند العالم. هذه الطفلة تشوف ملامح الحزن والألم وهي بتقول أنا سامعة صوتها، سامعة صوتها لسه عايشة تحت الردم، ولكن لا مجيب. طيب ماشي اكمل. وينها؟ وينها وينها؟ تعالي. ايش اسمها؟ عايشة الصحبة. وايش اسمها؟ ايش اسمها؟ خلص يا عمو، خلص يا عمو، ليش خايفة؟ خلص ليش خايفة؟ المسعفين في غزة هم الوردة الجميلة ذات الرائحة العابقة اللي لازم العالم كله يفتخر بيهم، غير انهم شايلين ارواحهم على كفوفهم وهم بيشتغلوا في انقاذ الفلسطينيين وهم بيتنقلوا من هنا لهنا وتحت تحت القصف وهم بيتقتلوا بدون ذنب، بدون اي حاجه ارتكبوها من عدو بيستهدفهم وبيضربهم وبيمنعهم من العمل. ازاي هم اتجننوا يعني يسعفوا المصابين؟ لا، ده احنا كنا عايزين نموتهم اصلا. هم كمان هؤلاء المسعفين بيواجهوا مواقف اصعب من ان اي حد يحتملها، اصعب من اي بشر يحتملها. بيجمعوا اشلاء الضحايا، بيجروا عشان ينقذوا الاحياء. الحقيقه اللي بيشوفوا المسعفين في غزه اكبر من احتمال اي بشر. فيديو لمسعف مؤلم جدا. هذا المسعف الغزاوي اكتشف ان الشهيدة اللي كان بينقلها في عربية الاسعاف هي والدته. ما حدث معي في بداية 30/10/2024، انا مسعف متطوع في جمعية الهلال الاحمر، كنت بعمل في نقطة البريج. أجانا إشارة أنه في استهداف في مخيم المغازي، حتى أن هذا المكان أو هذا المخيم أعيش به أنا وعائلتي. واجهنا خلال 3 دقائق في المكان، فأنا حملت 3 إصابات وحملت شهيدة ما كنت أعرف من هاي الشهيدة. طبعا أنا ما عرفتها، كان وجهها طرف باين وما رضيت أكشف عن وجهها بما أنها شهيدة، وشاء القدر أنه أنا أحملها وأوديها للعناية. فكنت بحكي للدكتور، الدكتور هذه انا مسجلها ضد مجهول ما بعرفها وما في حدا من اهل طلع معي، كانت شكلها مارقه طريق، فما في حد معها وما حدا عرفها من المكان. نزلتها على الحماله اللي موجوده في العنايه، كشفت عن وجهها، مش عارف، كنت بكذب حالي انه لا مش هي، مش انا اللي بدي اتعرف عليها، بدي حدا ثاني يتعرف عليها. وكنت بستنى اي حدا من برا يجي يقول هذه الشهيده النا، هذه الشهيده النا. استنيت وكنت بتمالك نفسي قبل ما انهار، بحاول ان اكون شديد وقوي، ما قدرت. تاكدت منها، من ملامحها، من ملابسها، من ريحتها، من كل شيء. تاكدت ان هذه الشهيده هي امي، انفجرت، كانت فاجعه بالنسبه لي.
النهارده مدير صندوق النقد الدولي قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاديه، بعدها عملت مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والسؤال هو ايه صندوق النقد الدولي وايه اهميته؟ صندوق النقد الدولي وكالة تابعة للأمم المتحدة، اتأسس هو البنك الدولي بعد الحرب العالمية الثانية لما كان العالم بيحاول يبني نظام اقتصادي جديد يساعد الدول على أنها تنمي قدراتها وما تكررش كوارث اقتصادية كبيرة. الصندوق دوره أنه يسلف الدول اللي عندها أزمات تمويل ومشاكل وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللي يعني تحاول تعمل استقرار في أسعار صرف العملات في العالم بشكل عادل وتخفيف الفقر والديون. طيب مصر انضمت لعضوية صندوق النقد الدولي من سنة 45، ليها حصة مساهمة حوالي 1.5 مليار دولار، وكان أول قرض تاخده مصر من الصندوق في نهاية السبعينات في عهد الرئيس محمد أنور السادات بحوالي 186 مليون دولار. استمر التعاون مع الصندوق في أكتر من قرض في التسعينات لحد ما بدأت مصر في أنها ترسم ملامح خطة إصلاح اقتصادي يتعامل مع أمراض الاقتصاد مش أعراضه، وبدأت علاقة طويلة مع صندوق النقد الدولي بيمول خطوات مصرية في طريق التنمية بالإقراض أحيانا، بالاستشارات أحيانا، بالمراجعات اللي يعني بتتم لعمليات الإصلاح المرسومة للاقتصاد المصري اللي الحقيقة مر عليه أزمات كتيرة، من أول حالة عدم الاستقرار السياسي بعد أحداث يناير، وبعدين أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب الدايرة في المنطقة، لكن هو يعني بيحاول أنه يتجاوز كل ذلك. أنا بجيب لكم الموضوع من جذوره عشان نبقى فاهمين ليه مصر بتتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه خطة الإصلاح الاقتصادي يعني لما بدأت تأثر على المواطن المصري لقينا فيها يعني أو في تدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت توجيهاته واضحة إن التعاون مع الصندوق ما يضغطش على المواطن اللي كان شريك في عملية الإصلاح وتحمل كل تبعاتها. توجيهات الرئيس كانت جاية قبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي للبرنامج المصري اللي هتبدأ بعد بكرة. زيارة مدير صندوق النقد الدولي لمصر ولقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي كان لقاء الحقيقة شديد الأهمية، ناقش تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح المصري اللي بيتنفذ مع الصندوق. الرئيس السيسي في هذا اللقاء شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطن ووقف التضخم وارتفاع الأسعار، ونقطة ومن أول السطر هي دي أولويات الدولة المصرية اللي مطلوب أنها تتراعى، وهي أنه مصر بتسعى أنها تحقق أهدافها من خلال جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل والنمو والاستقرار. ده بيحصل في عز ما الدولة المصرية بتواجه تحديات وأزمات غير مسبوقة على المستوى الدولي والإقليمي، وده اللي احنا كلنا شايفينه ولمسينه لأنه أثر على موارد البلد من العملة الصعبة وعلى إيراداتها بشكل عام. مدير صندوق النقد الدولي بعد لقاء الرئيس وكمان الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء في المجموعة الاقتصادية قالت كلام واضح عن أنها جت مصر عشان تقدم احترامها وتقديرها للرئيس وللشعب المصري اللي كل مرة بتيجي مصر بتنبهر بتاريخه وبحضارته، وأكدت التزام مصر بتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وتحسين كل مؤشرات الاقتصاد، وده ظهر في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين معدل النمو رغم التحديات اللي قابلت صانع القرار زي خسارة 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة وتحمل مصر أعباء الصراعات السياسية في المنطقة واللي خلت مصر تستضيف 9 مليون مواطن من الدول اللي حواليها، وفضلت مصر هي الدولة الأكثر أمانا في عالم مليان صدمات وتحديات. مدير صندوق النقد الدولي قالت بكلمات واضحة في رسالة للمصريين أنتم هتشوفوا فوائد خطة الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر رخاء واستقرارا أكبر يعني في الفترة القادمة بعد ما قدرت مصر أنها تقضي على السوق السوداء للعملات الصعبة بعد تطبيق نظام المرن لتحرير سعر الصرف. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد ما قابل مدير عام صندوق النقد الدولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد على أن الحكومة حريصة على أنه المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تراعي عدم وجود أي أعباء على المواطنين.
إذن الدولة ومن باب تقديرها للمواطن وتحمله وشراكته للإصلاح الاقتصادي بتأكد على إنها عايزة تكمل سياسة الإصلاح الاقتصادي اللي العالم كله بيشيد بيها من غير ما المواطن يتحمل آثار جديدة، نعزز قدرتنا على مواجهة الصدمات وفي نفس الوقت نحقق نمو يحس بيه المواطن. زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لها دلالات وتصريحات مهمة عن مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات بطريقة تعكس الثقة في المؤسسات المصرية والثقة أيضا من المؤسسات الدولية في مصر. كل التوقعات بتقول أن المراجعة الرابعة هتنتهي بالموافقة على طلبات مصر بتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها لاستمرار البرنامج، وتحديدا بعد رفع تصنيف مصر الائتماني من وكالة فيتش. طيب النهاردة كان في مناقشة مهمة جدا في مجلس النواب، مناقشة لقانون الإجراءات الجنائية اللي حصلت في الجلسة العامة وهتستمر لمدة 3 أيام، هيسمعوا فيها كل الآراء، هيتعرض كل المواد بتاعة القانون، التعديلات اللي حصلت في بعض مواد هذا القانون. والحقيقة النهاردة حصلت حاجة مهمة في مناقشة القانون، إن المجلس وافق على دعوة وحضور أعضاء اللجنة الفرعية اللي عملت القانون وما كانوش من نواب المجلس. أعضاء اللجنة هيقعدوا في الجلسات العامة وهيبقى ليهم الحق إنهم يطلبوا الكلمة ويوضحوا كل حاجة في القانون اللي هي الحاجات المحتاجة توضيح، بس مش هيكون ليهم حق التصويت على مشروع القانون. ايه اهميه وجودهم في الجلسات العامه؟ انه كده النواب هيسمعوا ويستمعوا لكل تفصيله برؤيه شامله، برؤيه موضوعيه، عشان النواب لما يجي وقت التصويت يكون كل حاجه واضحه قدامهم. من الحاجات اللي لاحظتها النهارده ايضا وجود تمثيل من نقابه المحامين في الجلسه العامه، ودي حاجه مهمه جدا لان النقابه كان ليها ملاحظات على مشروع القانون، وده بيقول لك ان مشروع القانون ده مهم ومناقشته هتبقى فيها عرض لكل وجهات النظر. ممثل نقابة المحامين النهاردة في الجلسة كان محمود الدخلي أمين عام النقابة، واللي كان ممثل النقابة برضو في جلسات اللجنة الفرعية، وقال النهاردة في كلمته إنهم عندهم يعني كان عندهم ملاحظات على بعض مواد القانون، بس لما عرضوها في اللجنة الفرعية لقوا قبول كبير للملاحظات بتاعتهم من اللجنة اللي بتعمل القانون ده، والاقتراحات بتاعتهم اتقبلت، وبتتضمن هذه الاقتراحات حق الدفاع أثناء العمل وضمانات للمحامين لحمايتهم أثناء عملهم في المحاكم وفي النيابات. ممثل المحامين في الجلسة قال إن القانون فيه عدد من المزايا اللي توافقت فيها لجنة إعداد مشروع القانون مع نقابة المحامين، سواء اللي بيتعلق بالحبس الاحتياطي والانتدابات وتوزيع جدول الانتدابات والضمانات الحقوقية للمحامي في كل مراحل التقاضي وأوامر التحفظ والمنع من السفر والأحكام الغيابية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية أي سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وبقى الموضوع ده من اختصاص النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص هو اللي يقدر يعمل كده. مشروع القانون نظم حالات وإجراءات التحقيق وتحقيق العدالة الناجزة وضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وفقا للدستور. مشروع القانون هيوفر الحماية القانونية الفعالة للشهود، للمبلغين، الخبراء، للمجني عليهم وللمتهمين. الكلام عن الضمانات والحقوق في القانون اتكلم عنه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اللي قال ان مشروع قانون الاجراءات الجنائيه الجديد وثيقه قانونيه تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وترتكز على الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واما الاعلاء من شان العداله والاعلاء من شان حقوق الإنسان والمواطن. ينضم لنا أمين عام نقابة المحامين الأستاذ محمود الدخلي، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. إذا يعني نقابة المحامين كان عندهم بعض الملحوظات وبمناقشتها تم الموافقة على هذه الملحوظات، أنت شايف قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما الذي يجب أن يتوفر فيه؟ ما هي المواد التي تتوقف عندها؟ كنا في بعض المواد كانت محل اعتراض من نقابة المحامين. نعم. لجان النوعية خاصة الملحوظات اللي تم تعديلها فعلا. الملحوظات كان في المادة 274 و242 اللي هو أثناء وجود المحامي في الجلسات، إذا كانت وقعت جريمة من الجرائم المشار إليها فكان يحق للسيد رئيس المحكمة
أن يقبض على المحامي ويحرر مذكرة ويحيله النيابة العامة محبوس. نعم. هذا الأمر لا يكفي حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات عشان يؤدي مهمته على الوجه الأكمل أو عمله على الوجه الأكمل. هذا من ضمن التعديلات فعل التشويش اللي كان يعاقب عليه القانون في المواد السابقة في القانون 150 السابق. لما جينا نعدل قلنا نعدل طالما بنعدل يبقى احنا بنعدل القوانين نعم. كلها يبقى ده يشمل ذلك التعديل بفعل حذف لفظ التشويش وفي نفس التوقيت حضرتك ان يكون ان هناك رساله الى اللجنه الفرعيه موجوده بتقول انه يعد المذكره ويحيل المذكره دون ان نعم. يكون بالنسبه للقواعد المنظمه لمنع السفر القواعد المنظمه لمنع السفر كانت غير محدده المعالم وغير محدده المدن سابقا وكانت تختص في بعض الامور الى قضاء التحقيق والى بعض الامور التعديلات بتقول هيحصل فيها ايه بقى التعديلات بتقول في مدن محدده وفيها تظلم منها ومن النائب العام او من يفوضه وهذا امر حميد على اعتبار ان المدن كانت تحددت وان اوامر التحفظ على المبالغ الا بحسن النيه ما كانتش في لفظ حسن النيه فاصبح اذا كانت هناك بيوع تمت قبل التحفظ على الاموال لاشخاص اخرين حسن النيه فده هيخرج من هذا التحفظ المشار اليه طيب بالنسبه للحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي هو كان نتيجه من النتائج اللي كانت مفرده في هذا القانون على اعتبار انه حدد واقلل مده الحبس الاحتياطي عوض عن مده الحبس الاحتياطي عمل بدائل للحبس الاحتياطي وهذا امر حميد يحمد عليه في هذا القانون انما احنا كانت لنا كمحامين فقط بعض الاعتراضات في بعض المواد وكانت محل نقاش في اللجنه النوعيه واترفضت في اللجنه النوعيه وجاءت امام اللجنه التشريعيه اعترضنا بمذكره شارحه وافيه بالمقترحات بتاعه نقابه المحامين وقبلت جميع الاقتراحات الخاصه بالمحامين وتم تعديل هذه المواد الاقتراحات التي ابدتها المحامين ووافق عليها اللجنه التشريعيه والدستوريه وصيغه في المشروع الذي سيعرض على الجلسه العامه طب بالنسبه للشهود والمبلغين ايه التعديلات الحاجات اللي احنا هنحميهم بيها حق الشاهد كان طبعا الشهود بكتاف تيجي تحضر الجلسات وتدلي باقوالها النهارده في حمايه للشاهد وفي حمايه للمبلغ وفي ملف فرعي سري لا يمكن الافصاح عن الشاهد الا اذا كان دفاعا المتهم يطلب ان الاطلاع على ذلك الشاهد وعلى اذن ذلك الشاهد طيب. بخلاف علشان يقدر يجي واذا لم يحضر الشاهد في دعوته جاز المحكمه تغريبه ان لم يحضر امر بالقبض عليه هذا امر لم يكن في سابق الاول في القوانين القديمه او القانون القديم كانت هذه الامور تحمي الشاهد وتحمي المبلغ نعم اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود الدخلي امين عام نقابه المحامين طيب عاوز اقول لكم على يعني مشهد بقينا نشوفه فيما يتعلق ب يعني الحوادث اللي بتحصل في الطرق والبعض السواقين بيعملوا ايه في سواق ميكروباص شايف نفسه كده ظريف لطيف جايب ناس من كفر شكر في القليوبيه مروحهم مركز درب نجم في الشرقيه ما كانش قدامه حل عشان ياخد طريقه للمكان اللي هو رايحه غير انه يعمل يوتيرن ويستلم طريقه اي حد عاله يقول لك ياخد اليوتيرن لا هذا الرجل قرر انه ما يعملش كده شغل الفهلوه بتاعته عمل نفسه شاطر حريف جامد راح طالع كوبري مشاه بالميكروباص وعدى ولف الناحيه الثانيه ونزل بقى كمل طريقه تصرف جنوني زي ده كان ممكن ينهي حياه كل الركاب يعني حاجه مأساويه لو لا قدر الله الكوبري وقع بيهم تصرف من النوع ده ده حماقه جريمه ولا حرفنه ولا هي شطاره ولا فهلوه غشوميه بالبلدي كده نوع من الاستهتار بالارواح لا يمكن ابدا السكوت عنه طبعا الواقعه دي شفناها والناس يعني بتتكلم عنها وكانها فكاهه وكان التصرف ده ممكن يعدي حتى هو الراجل نفسه قاعد بيضحك عادي ما هو الراجل يعني جامد يعني حريف طريق تحسه انه يعني عامل نفسه نجم من نجوم هوليوود وبيلعب ونزل الفيديو والناس اتفرجت عليه والسواق بيتباهى باللي عمله والناس بتضحك والموضوع يعني مضحك بالنسبه لهم يعني سواق غشيم واللي معاه فرحانين باللي عمله لا وكمان فضحوا نفسهم بنفسهم
التصرفات اللي من هذا النوع ليس لها اي مبرر على الاطلاق غير ان اللي قام بيها ما عندوش مخ، ما عندوش مسؤوليه، حقيقه ما عندوش ريحه الدم يعني والادهى والامر انه بعد رصد الفيديو، وطبعا الاجهزه الامنيه اتحركت بسرعه واتقبض عليه بسرعه، طلعت رخصه العربيه ورخصه السواقه بتاعته منتهيه، يعني هو بايعها وطلع على الطريق لا ملتزم بمرور ولا ملتزم بورق ولا ملتزم بطريق ولا اي حاجه. طب بالذمه ده يتعمل معاه ايه؟ نسكت يعني ولا ايه؟ كل يوم والتاني يطلع لينا فيديو لناس تانية شغالة استعراضات هدفهم بس انهم ياخدوا اللقطة ويعملوا الترند. وايه الهدف من التصرفات اللي من النوع ده؟ يعني مش فاهمة. العربيات معمولة عشان تسهل على الناس، عشان توصلنا اسرع، مش عشان نلعب بيها. ده غير بقى احيانا بشوف الموتوسيكلات، لا ده حكايه تانية الموتوسيكلات، ولا بقى لما يكون في زفه عروسه بقى وواحد يستعرض على الطريق، لا دي كارثه. موضوع زفه العرايس دي بالعربيات كارثه. فاكرين في مشهد بتاع زفه العرايس بتاعت مدينه السلام؟ طبعا اتقبض فيها على اللي عمل كده، وطلع في الاخر عيل صغير بيلعب وعايز يبقى ترند، وفي لحظه الفيديو يتعمل علشان يبقى ترند وياخد اللقطه. هو ده الفيديو اللي بيرصد موتك لو لا قدر الله العربيه اتقلبت ولا حاجه حصلت. اللي بيحصل ده مش غلط، ده جريمه ومش فهلوه ومش شطاره، ده غشم، دي قله ادب. لان انت لو انت بايع نفسك وبايع اللي معاك، طب الناس اللي حواليك في الطريق ذنبهم ايه؟ معانا على التليفون فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهرة 24 والمسؤول عن الملف الأمني. فتحي مساء الفل، إيه اللي حصل؟ احكي لنا المشهد. مساء النور والسرور، مساء الخير عليك يا أستاذ أنجي، ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. تسلمي وشكرا جزيلا على المقدمة الجميلة والإشادة وكمان المناشدة للي بيحصل على الطرق. زي ما قلت لن يتوقف نزيف الأسفلت في مصر بدون توقف لسلوكيات وخطايا واستهتار ورعونة بعض السائقين. شفنا نتيجة اللي بيحصل عشرات بل مئات الضحايا على الأسفلت، نتيجة السرعة الزائدة، نتيجة السير عكس الاتجاه، نتيجة اللي بيحصل في الطرق السريعة والصحراوية وكمان الداخلية. زي ما شفتي آخر ضحايا أو آخر مسلسل الرعونة، سواق مستهتر طالع على كوبري مشاة. تخيلي ان كوبري معمول لمشاة يعدي عليه سواق بحمولة 14 راكب فوق كوبري مشاة، هو اصلا لا يتحمل هذا الثقل. الكوبري ممكن يقع بسهولة، مصنوع بسهولة مش مواد ثقيلة علشان يتحمل هذا. طب تخيلي الاستهتار بحياة المواطنين بالشكل ده، وكمان يوصل الامر للتباهي والتفاخر وتشهير ونشر الفيديو زي ما بيحصل كل يوم. ناس في زفة ولا في فرح تستعرض في السيارات الشوارع. الحملات الداخلية في الحياة في هذا الأمر مستمرة وبترصد وبتلاحق وبتواجه. لكن الداخلية بترصد ازاي بقى الحاجات دي؟ من على السوشيال ميديا يعني بيبقى تكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت على السوشيال ميديا. كأن اللي بيعمل الفيديو ده بيبلغ عن نفسه، بيسلم نفسه. بالظبط هو كده بالظبط بيحصل. فبيوصلوا من خلال النشر الفيديو السورس الاصلي لمين اللي نشر وازاي تم تصويره وازاي فين تم تصويره. الفيديو الاخير ده تم تصويره في كفر شكر كوبري المشاة على في محافظه الايوبيه. طبعا تم التوصل للسائق من ديار بنجم من الشرقيه والقبض عليه بعد تحديد هويته، وتبين ان هو زي ما حضرتك قلتي رخصه السياره ورخصه العربيه منتهين، وتم التحقيق معاه وحالته للنيابه. خليني اقول لك كمان ان في توجيه مهم جدا من وزير الداخليه ومن النائب العام بضبط وملاحقه اي استهتار او رعونه نظرا للحوادث المتكرره اللي بتحصل على الطرق. اي استهتار او رعونه او مخاطره بحياه المواطنين، سواء استخط السرعه الزائده، سواء حوادث نتيجه الاخطاء اللي بتحصل في القيادة، واللي بيعملوا الزفه بتاعه العرايس، كل يوم كل يوم بيتم ضبط. يعني برضو النهارده تم ضبط سائق في السلام، شاب كان بيستعرض في زفه في القاهره
وتم القبض عليه بعد نشر فيديو او بعد رصد فيديو ليه. اول امبارح كمان تم القبض على خبير اللياقه البدنيه سام سامو اللي هو كان مساعد بيج رامي بيستعرض بسياره حديثه هو وبعض الاشخاص امام العاصمه الاداريه في منطقه هناك مفتوحه وبيستعرض بامرك وبيعمل غرز بسياره بسرعه جنونيه. طبعا تم رصد الفيديو بعد ما هو نشره للتباهي والتفاخر وتم القبض عليه وحبسه 4 أيام والتجديد ليه 15 يوم. هذا الامر مستمر في الملاحقه ومستمر في الرصد ومستمر في الضبط، ولكن زي ما قلت لحضرتك ان لن يتوقف العقوبه ايه؟ ولم يتوقف الا بتوقف السلوكات الخاطئه. العقوبه طبعا بتتراوح الحبس فيها طبعا على حسب الخطا، سواء هل تجاوز السرعه، هل هو بيقود تحت قياده تاثير المواد المخدره، هل هو مثلا غير حائز بالرخص والقياده منتهيه وهكذا. طبعا بتوصل من غرامه لحد حبس 3 سنوات على حسب التدرج في التهم، وممكن توصل لسنه 5. ده بينطبق على الموتوسيكلات مش كده؟ بينطبق على اي حد يقود تحت تاثير المواد المخدره، يعرض المواطنين للخطر. هل ينتج عن هذا الرعونه او هذا الاستهتار خسائر في الارواح ولا لا؟ على حسب توصيف كل حادثه، ولكن القانون برضو خليني اقول لك ان هو لازم تغليظ العقوبات في حالات الاستهتار بحياه المواطنين. نعم. وتشريعات جديده تواكب الهرجله اللي بتحصل في الطرق. اشكرك فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهره 24 والمسؤول عن الملف الامني. قبل ما استقبل ضيفي العزيز في مصر جديده، عايزه اقول لكم انه الدوري المصري رجع تاني، وفي الاسبوع الاول الاهلي كسب سيراميكا 5-2 في ماتش. لو كنت بتتفرج على الشوط الاول كنت هتقول ان سيراميكا هو اللي هيفوز بالماتش، لان الاهلي ما جاش الشوط الاولاني وكان أسوأ ما فيه ربما هو يوسف ايمن مدافع الاهلي الجديد. ده طبعا مش هنحكم عليه من اول ماتش يعني، لكن يعني حسينا انه في مشكله كبيره وهو موجود، وده اتغير في الشوط الثاني لما طلع. عشان كده نفسي اعرف مين العين اللي حطت نظرها على يوسف ايمن وجابته. ممكن اللاعب يتالق، بس انا بقول اللي شفته على الاقل في الملعب بعينينا يعني في اول ماتش. اللاعب كان خارج نطاق الخدمه خالص. الاهلي في الشوط الثاني اتحرر، كسب الماتش بجداره، وده يعني اكبر فوز في الاسبوع الاول في الدوري. الزمالك برضو فاز على البنك الاهلي في ماتش صعب بنتيجه 3-2، وبيراميدز اتعادل بالعافيه مع بتروجيت العائد للاضواء السنه دي. بصراحه يعني بتروجيت عمل ماتش جامد وكان ند قوي لبيراميدز، وباين كده انه بتروجيت هيكون حصان اسود في الدوري الاستثنائي. ولكن عندي نقطه مهمه في تحكيم الاسبوع الاول للدوري اللي كان سيء بكل معنى الكلمه، وخاصه في ماتش الزمالك والبنك الاهلي اللي فيه ضربتين جزاء مش واحده، واحده منهم كانت للزمالك وواحده للبنك الاهلي. كمان الزمالك كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش، وفي ماتش بيراميدز بتروجيت جاب جون صحيح واتلغى. التحكيم في الاسبوع الاول كان سيء لدرجه ان الاهلي طلع بيان طالب فيه اتحاد الكوره بسرعه التعاقد مع خبير اجنبي، ويعني انتقد بالمواربة اللي حصل في ماتش الزمالك وماتش بيراميدز. عشان كده عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في مسألة التحكيم، وهل هتأثر على النتائج في الملعب زي ما قال الاهلي في بيانه، وان كان يعني ما قالش اي اسماء بعينها. بعيدا عن الدوري المصري وازماته، محمد صلاح عنده تويتة قلبت الدنيا في انجلترا لما قال شكرا لكم على دعمكم الليلة الماضية، بغض النظر عما يحدث لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد. الكلمتين دول شغلوا الدنيا في ليفربول، والتوقعات اشتغلت على أن ده تأكيد من محمد صلاح على عدم تقدم المفاوضات مع الفريق عشان يجدد معهم العقد اللي هينتهي في صيف 2025. وناس قالت ان صلاح بالكلام ده بيضغط على النادي، خاصة مع تألقه وإنقاذه النادي في مباريات كتيرة السنة دي، وآخرها ماتش امبارح اللي قدر يجيب هدف الفوز في برايتون وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم بفضل محمد صلاح. كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة، مساء الفل. أولا نبدأ من الآخر، محمد صلاح وتويتة تثير الجدل. مساء الخير يا انجي. مساء الفل للساده المشاهدين. اكيد طبعا تويته محمد صلاح عملت جدل كبير قوي على السوشيال ميديا، وواضح جدا طبعا يعني ان هو يعني يقصد حاجات كتيره فيها. خليني اقول لك بعض وجهات النظر الشخصيه، يعني بعيدا عن ان اوريك معلومه، بس يعني محمد صلاح واضح 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 ان هو مش على وفاق مع اداره ليفربول في مساله التجديد. واضح ان في تاخر
من عند الإدارة في الوقت اللي الإدارة تقريبا بتخلص فيه عقود تجديد اتنين لعيبة زمايل لمحمد صلاح، وهما أرنولد وفان دايك. أرنولد وفان دايك عقودهم برضو بتنتهي زي محمد صلاح، والحديث والمفاوضات واضح إن هي بتقترب من النهاية معاهم. يعني صلاح هيمشي من ليفربول ولا هيستمر في رأيك؟ والله شوفي، أنا وجهة نظري الشخصية محمد صلاح يتمنى البقاء، ولكن إدارة ليفربول ربما يكون عندها خطط أخرى. ليه دي بقى يتسأل فيها؟ هل بسبب عامل السن مثلا؟ يعني بصي، أرني سلوت يعني من ساعة ما جه يعتمد عليه، واضح إن علاقتهم مش وحشة. نعم. يعني مش هنقول مثلا في نهاية حقبة يورجن كلوب العلاقة باظت تماما ما بين الثنائي، وشفنا طبعا الموقف الأخير اللي حصل ما بين صلاح وكلوب في نهاية حقبة كلوب. مع أرني سلوت ما أقدرش أقول يعني لغاية دلوقتي الراجل بيعتمد عليه وهو من طيب لو مشي محمد صلاح ممكن تكون وجهته ايه؟ الدوري الفرنسي مثلا ويروح باريس سان جيرمان، ولا يروح الدوري السعودي؟ اعتقد هيروح الدوري السعودي. الدوري السعودي. طيب اخطاء التحكيم المصري في الاسبوع الاول للدوري، اخطاء ولا خطايا؟ هي خطايا دي، تحس انه فيلم الخطايا. هي خطايا يعني ومقصوده، يعني اخطاء مقصوده. بصي، لو تفتكر انا من تقريبا من حوالي اسبوعين كنت معاكي في مداخله وسالتيني عن لجنه التحكيم، وقلت لك ان الافضل والانسب الاجنبي للكره المصريه تعيين خبير تحكيم اجنبي يقود هو اللجنه، عشان انا قلت لك ساعتها لو تفتكري قلت لك ان الحكام في مصر بعد ما بيسيبوا الملعب بيتحولوا لاحزاب. لو انت خدتي بالي خلال الايام الماضيه، حزب الكابتن ابراهيم نور الدين هو اللي انتصر. بعد ما الكابتن ابراهيم نور الدين يعني قال لهم انا ماشي وبتاع والسلام عليكم مش مكمل، فراحوا متحايلين عليه، لا والنبي ده انت قاعد، طب مين مزعلك؟ طب لو ادراحهم يعني. بالظبط ده اللي حصل يعني. فانت هتفضلي في الدايلاما دي مش تخرجي منها. طيب ايه اللي حصل في اول اسبوع؟ زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، حصل اخطاء جسيمه واخطاء اثرت على نتائج عدد من المباريات. الامر اللي خلى النادي الاهلي يطلع بيان رسمي بيطلب فيه بتعيين خبير تحكيم اجنبي زي ما يعني أجنبي. الاهلي عندهم حق مليون في المية. أشكرك كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة، شكرا جزيلا ليك. بعد الفاصل، ليه الغرب مصر يتورط في الدفاع عن الكيان الصهيوني الغاصب بعد 107 سنة على وعد بلفور المشؤوم؟ إيه اللي خلى الأمريكان هم ورثة العهد البريطاني للصهاينة؟ هل الدور البريطاني في حماية الكيان الصهيوني الغاصب لسه مستمر ولا تراجع؟ فين التزام البريطانيين بالوعد اللي نص على حماية الحقوق المدنية للفلسطينيين؟ هل كان وعد بلفور هو رشوة مباشرة للأمريكان عشان يساندوا بريطانيا في الحرب العالمية الأولى؟ إزاي تحول الكيان الصهيوني من وعد على الورق لدولة عضوة في الأمم المتحدة؟ هل إحنا بنعيش وعد بايدن بحماية جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وفي انتظار وعد ترامب بتوسيع حدود الكيان الصهيوني على حساب جيرانه العرب؟ عن وعد بلفور وآثاره هتدور يعني حلقتي أو الباقية من حلقتي مع ضيفي العزيز الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق. هينورنا في مصر جديدة بعد الفاصل. من 107 سنة أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، وبناء عليه نشأت دولة احتلال صهيونية يهودية على الأراضي الفلسطينية. 107 سنة من شغل العصابات والحروب اللي استهدف العرب بدعم مفتوح وفاجر من الغرب، وفي مقدمة بريطانيا العظمى، ومن بعدها الأمريكان على حساب المواطن الفلسطيني الصامد واللي بيموت عشان يحافظ على أرضه وعرضه، وهو بالنسبة للغرب الشريك في جريمة غرس الكيان الصهيوني في قلب العرب كأنهم مجرد كائنات ممكن نمسحها نبيدها زي ما أباد الأمريكان الشعوب الأصلية من أرض الأحلام واستولوا على بلادهم. الكيان الصهيوني وريث فكر الإبادة والاستعمار وسرقة الموارد المتغلغل في عقل المواطن الغربي على مدار قرون فاتت من نهب ثروات الدول والشعوب، وعشان كده لسه الوعود بتنهال عليه. مش شرط وعود على ورق، لكنها وعود بالرعاية
اجراءات بحمايه السماوات والحدود، قرارات رسميه، استخدام للفيتو لضمان عدم محاسبه الصهاينه على جرائمهم، تهديد اي حد يقرب من ربيب الاستعمار ووكيله في الشرق الاوسط، تكثيف المؤسسات الدولية والمحاكم الأممية ودهس القانون الدولي، تكثفها علشان تقف في يعني دعم هذا الكيان. آرثر جيمس بلفور رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجية يعني بريطانيا وصاحب وعد العار بتأسيس وطن لليهود على أرض فلسطين ما ماتش. بعد بلفور الأصلي ظهر مليون بلفور، كلهم في خدمة الصهيونية، كلهم حافظوا على وجود كيانهم العنصري حي وعايش على حساب الفلسطينيين والعرب، ولسه بيقدموا له الوعود وفروض الولاء والطاعة. وعد لازم نقابله بوعد عربي إننا نبقى دولة حرة مستقلة متعايشة ومتحدة، وده لو حصل من 107 سنة كان زماننا بنتعامل مع وعد بلفور باعتباره الخطة الفاشلة اللي قدرنا نواجهها قبل ما تستنزف مننا عمرنا وطاقتنا وثرواتنا. وقتها كنا هنبقى في مكان غير المكان اللي احنا فيه دلوقتي. النهارده في ذكرى وعد بلفور اللي كان امبارح، هنحاول نفتح هذه الصفحه من التاريخ مره اخرى ونعرف اثرها ونعرف ايه اللي ممكن نعمله في هذا المشهد الراهن مع ضيفي العزيز استاذ حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الاسبق ومهندس المفاوضات الصعب جدا والزملكاوي حتى النخاع. اهلا بحضرتك، منور. اهم صفه، نعم، اهم صفه بفتخر فيها ان فلسطيني وزملكاوي. فلسطيني وزملكاوي، بعدين باقي الصفات ثالث شيوعي. ليه الفلسطينيين معظمهم زملكاوي؟ صعب تقول معظم او اقل، هذا بعتقد انه التعبير مش دقيق. مش دقيق لانه تختلف، يعني في ناس بيقول لك لا الهوية اكثر بفلسطين، في ناس العكس. بس بشكل عام موجود زمالك والاهلي جزء من تراثنا الفكري، يعني انا من عمر 12 سنه زملكاوي، اخترت اني اكون زملكاوي ولسه مستمر انك تبقى زملكاوي اكثر من الاول. اكثر من الاول. بحب النادي كالاسم والكيان والطريقه الخاصه، جمهور الزمالك، يعني اعتقد تعبير الوفاء يشتق من الزمالك. كلمة الوفاء تشتق من هذا الجمهور، انه حتى لو الزمالك ما فازش الجمهور وافي. دائما بنقول انه بنحب الزمالك مش بنحب بطولات الزمالك. هذا الفرق بينه وبين الاخرين. يعني الاخرين يمكن لو ما اخذوا بطولات وبطلوا يحبوا، احنا لا. الاخرين قصدك ايه؟ بترمي كلام على الاهلاويه؟ اي حدا، لا اي حدا غير الزمالك، انا ماليش علاقه بالاخرين، انا علاقه بالنادي اللي انا بشجعه. الاخرين هم حرين كيف بيربحوا كيف بيخسروا باي شكل مين ما كان، ايش علاقه انا بالموضوع. بس بالتاكيد يعني الزمالك دائما زمالك يعني. طيب يعني امبارح كان الذكرى رقم 107 على وعد بلفور، الوعد بإنشاء وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية. جاءت هذه الذكرى هذا العام بالتزامن مع أكبر إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. هل منحت بريطانيا إسرائيل وعد الدولة ومنحتها أمريكا صك الحماية الأبدي؟ هو التأكيد يعني تاريخ الوعد مش كل العالم العربي عارفه، الفلسطينيين بالمدرسة بالنسبة لنا هذا جزء من ثقافتنا، يعني أنه مسألة إنشاء دولة هي جزء من المفهوم الاستعماري ثم أصبح جزء من النظام الإمبريالي العالمي، هي ليست منعزلة عنه على الإطلاق. لما زرعت هذا الموضوع هي استغلت مجموعة عوامل، يعني بالأساس أنه الناس تعاملت مع المسألة ليس بخطورتها، يعني لم يتم اكتشاف خطورة هذا المشروع مبكرا. كانت هناك بعض المواجهات الفلسطينيين لبعض الأشكال، جزء من المواجهة مع المستعمرين اللي هم الغزاة البريطانيين اللي كان بشكل عام في المنطقة ككل، ولكن لم تكن الحركة الصهيونية بذاتها هي مركز العداء القومي للشعب الفلسطيني، ومنه تسلل، يعني عدم الرؤية لخطورة المشروع مبكرا ساعد على التسلل، يعني بطريقة أحيانا فيها هيك غريب أنه ما أخذ الحق الحقيقي للمواجهة. بدأت لاحقا طبعا بعد الحرب العالمية الثانية مع ما حدث لليهود في أوروبا، ومن ثم الحل على حساب الفلسطينيين والدفع باتجاه الهجرات المتعددة ثم تهجير يهود العرب خاصة مصر والعراق، وبالقوة صارت عمليات إرهاب من أجل أن يهاجر اليهود. بالمناسبة غالبية اليهود في هذه الدول حكوا أنه احنا هجرنا بالقوة بالإكراه،
لأنه إحنا عراقيين ديانة يهودية، لم تكن اليهودية ذات بعد لها طابع قومي، هي بدأت البعد الصهيوني يعطيها بعد قومه، لكن هي بالأخير الديانة، ثم أضيف لها مسألة السامية وكأنهم اليهود فقط الساميين، مع أنه هي بالأساس مشتق عربي إذا بدنا نحكي حتى بالمفهوم. يعني العرب هم الساميين ومش اليهود، اليهود ديانة جزء منهم، اليهود العربي هو السامي، كل يهودي مش عربي مش سامي على الإطلاق، شو ما يحكي عن حاله يعني، ويسموني غير سامي مش فارق معي يعني، هم ودولتهم على بلاط يعني زي ما بقول. ولكن المشكلة بالأساس أنه الدولة العربية نفسها ما تعاملت مع الحركة الصهيونية عدو لا فكري ولا قومي. وإذا بدك بالأساس حتى الآن هناك في ضعف في مفهوم العداء للحركة الصهيونية. يعني أنت ختمت قبل شوي، وأنت ختمت آخر التقديم دولة عربية، يعني بلاش دولة عربية، خلونا اتحاد أوروبي. اتحاد عربي أنه أدخل أنا كمواطن أي دولة عربية فيزا موحد. حتى الآن لا يجرؤ أي مواطن عربي يدخل مواطن عربي إلا أنه الأمن يقول له. بطلت كلمة الدول العربية هاي، يعني لم تعد إلى حق، مش حقيقية بالمناسبة، إحنا مسمى خالي من المضمون. لأنه ما في قاعدة تعطي هاي القوة، وهذا جزء من تعزيز المشروع التهويدي. احنا عم نحكي كنا عن 47 لما طرح تقسيم فلسطين، الحركة الوطنية الفلسطينية بعتقد جزء منه تحريض بعض الدول العربية لها أن ترفض مشروع قرار التقسيم. رفض القرار هذا للأسف ما خدم الحركة الوطنية الفلسطينية، رغم أنه العدالة موجودة، بس مش دائما العدالة المطلقة هي الجواب في مرحلة مش دائما العدالة المطلقة في مرحلة ما بتكون صحيحة، ومرات العكس، وهذا اللي حدث معنا. يعني الرفض المطلق أدى إلى خسارة مطلقة، يعني مش فقط أنه راحت فلسطين وتقسمت بين ثلاث أطراف، دولة الحركة الصهيونية، الضفة الغربية الأردن، باقي قطاع غزة ملحق مصري، يعني التغى الكيان الوطني الفلسطيني. مش فقط انه بس احتلت فلسطين، والهويه نفسها التبس، صار فيها التباس، يعني الضفه الغربيه كلها هويه اردنيه، غزه ظلت غزه فلسطينيه بس طبعا تحت اداره حاكم اداره عام مصري، يبدو الان بحضرون حاكم اداره بس اسرائيلي، بنقولوا لنا اياها الان مره ثانيه بطريقه جديده. بس بيحكوا زمان كانوا انه دولة اليهود في هذا، الآن ما بعد 7 أكتوبر بدأت المسألة تأخذ بعد جديد، يعني وعد بلفور هو أساس الموضوع، الآن هناك وعد جديد. أنا برأيي 7 أكتوبر طرحت وعد جديد للحركة الصهيونية. إيه الوعد وهي الجديد؟ إسرائيل الموسعة. كان الحكي احنا ده اللي قاله ترامب، يعني في ترامب كان بيقول انه اسرائيل هذا الحكي يعني اراضيها الصغيره، هذا الحكي جديد حكى، انا كاتب هذا الحكي مبكرا بعد 7 اكتوبر، كتبته في اكثر من مقال، كتبت عنه انه هناك توجه لتوسيع اليهود، مش بخط مش بالضروره باحتلال اراضي خارج فلسطين، التوسع هنا بالمفهوم الامني. الان اسرائيل بتحاول تفرض شروط امنيه على الدول المحيطه. تعالى نفتكر ترامب قال ايه، طيب نشوف لما كان واقف يعني بيقول ان اسرائيل دولة. لا سمعت. نفكر الناس بيه علشان الناس تشوف. انا لان كاتب الحكي من اشهر. وهنراجع تاني حضرتك. واستغربوا حتى الشباب لما كتبت انه شو هذا، قلت لهم ليه هاي ترامب بده يعملوا هذا الحكي. اهو ترامب بس هو التوسع مش ارضي فقط بالمناسبة، هو لانه قد لا يكون هو حكى عن مسألة مختلفة، إنه أرض صغيرة والخلفية وراء علم إسرائيل. لا في أمريكا عادي هم والإيباك بيشتغلوا مع بعض، وبلش علم فلسطين كمان يكون مرات في كل مهرجاناتهم. يعني أول امبارح في كارولاينا، نورث كارولاينا، شباب طلعوا فلسطين بيافطة بعلم، قاطعوا كاميلا هاريس أكثر من مرة، يعني حاضرة فلسطين في المهرجانات عنده وعند غيره. المفهوم الجديد اللي بنحكى عنه هو التوسع الدور الأمني لإسرائيل، بمعنى تفرض شروطها الأمنية. فلسطين كاملة أمنية، كاملة سيادة أمنية كاملة على فلسطين بغض النظر كان في حكم ذاته أو ما فيش، الآن حطه على جنب. ما يتعلق بالحدود مع الأردن هيكون لها حضور أمني بطريقة جديدة،
الآن بتفرض شروط جديدة في لبنان، جنوب لبنان تفرض شروطها الأمنية. هذا الحكي مبدئيا يعطي مفهوم جديد لإسرائيل الموسعة من خلال عمليات التطبيع. بصير حضور إسرائيل ترتيب شرعي في المنطقة، وهذا هو الأخطر، أن تصبح جزء من القبول الرسمي العربي، مش فقط علاقات، لا، تصبح جزء من الترتيب الإقليمي، يعني تصبح دولة إقليمية في المنطقة العربية، وهذا الأخطر بكثير من كل ما سبق. يعني التطبيع علاقة ماشي، فتحة سفارة أوكي ماشي، أما أن تصبح جزء من ترتيبات بعلاقات متعددة، اقتصاد، استثمار، تبادل، روحة جاي تشتري بيت ما تشتريش بيت، يعني إدخال إسرائيل كجزء من ترتيب الإقليمي في المنطقة، هذا بيعطي مفهوم جديد. أنا برأيي هذا هو إسرائيل الموسعة اللي أنا سميتها بهذا الموضوع. الآن نستذكر، أنا ما يعني التاريخ بالنسبة إلي هو قاطرة لرؤية المستقبل، ما أقدرش أعيش في التاريخ لا بالسياسة ولا بالحياة، البقاء في هذا الموضوع عمره ما بشوف لقدام. إيش خطورة أوسلو كان على هراكس؟ هم ليش الصهيونية عادت أوسلو؟ كثير ناس بيقول بسبوا على أوسلو. طب نسأل سؤال، في التقسيم إسرائيل لم تعاد التقسيم، وافقت عليه. أوسلو عادته أمريكا والحركة الصهيونية، عدو عداء مطلق، يعني مش إنه عداء، واغتالوا من وقعوا. بالتأكيد لو كان هذا خدم مشروعهم مستحيل يوقف عنه. 96 لما رجع نتنياهو لم ينفذ بين واحد حتى جزئيات اتفاق رفضوا. هم مدركين تماما ان اوسلو كان تعطيل للقاطرة التوسعية اليهودية، مش فقط هذا، وانما بده يعمل كيان وطني فلسطيني في الضفة الغربية اللي هم معتبروها هاي توراة تبعهم، يهودا والسامرة، وبالتالي القدس. القدس بالمناسبة الشرق وغرب كانت موضوع تفاوضي أي. في هذا الموضوع الناس ما بقروا ورق. الحركة الصهيونية وزعت تعميم عليهم. أنا أيامها لما قلت له أنتم كل من يرفض أوسلو هو يقرأ تعميم صهيوني تم توزيعه بلغات مختلفة. نعم طيب. الكل بعيده. أنا عايزة أرجع لوعد بلفور وأشوف الوثيقة بتاعة الوعد. كانت بتنص من ضمن ما نصت على عدم الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين. يعني حتى وثيقة وعد بلفور اصلا، لا لا، هو النص كله الغاء هويه، مش فقط انشاء دوله، والغاء هويه، لانه مش حينشئ دوله ويعطيك دوله. لذلك احنا بنقول دائما انه الخطا الاستراتيجي للحركه الوطنيه الفلسطينيه، قياده الحركه الوطنيه الفلسطينيه بالسبع عربي، لم تدرك خطوره المشروع، لذلك رفضت التقسيم. ايوه بس انا بتكلم في نقطه تانية اللي هي انه حتى هذا الوعد الجائر واللي هو وعد من يعني ليس يملك ان يعد، حتى هذا الوعد الفاجر كان بينص على حمايه الحقوق المدنيه والدينيه للجماعات الاخرى المقيمه في فلسطين. هذا الحكي انشا لانه عمليا هو الغى هويتي وحولنا الى رعاع. انا ناس موجودين لي حقوق مدنيه بس مش شعب له هويه. بلفور مش فقط أعطى وطن لليهود، هو سحب هويتي كفلسطيني، هو لا يعترف بالفلسطيني في النص، هو بيقول جماعات أخرى. مين جماعات الأخرى؟ جبناهم مثلا يعني من الأغيار، جايبينهم احنا مثلا، جبناهم من أوروبا وحطناهم، مش هو حتى هويتك متعامل مع فلسطيني كفلسطيني. حتى هويتك بيتمسح طبعا حولها إلى جماعات سكانية إلى حقوق مدنية ودينية، مش حقوق قومية. طب انا شفت فيديو لجولدا مائير بتقول فيه انا فلسطينيه اصلا. سمعت يلا نشوف الفيديو. على عنيان كذا של פלסטינאים אני חושבת שכל מי שישב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור אנחנו כולנו פלסטינאים. עובדה, עובדה, יש לי הפספורט הישן. מ-21 עד 48 הייתי פלסטינאי. يعني نفس التضليل الإعلامي. لا 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 مش تضليل، هي مظبوط بتحكي. هي كل من اجى، ما احنا سابقا كان في عندنا جواز سفر فلسطيني. للانتداب، ما هو برضه عندنا كان جواز سفر، فكل اليهود اللي اجوا اخذوا جواز السفر، فظلوا جواز فلسطيني لحتى 48. لأنه ما كان عندهم دولة. هم من 17 لل 48 يؤسسوا للدولة بالدعم من الاستعمار البريطاني ومساعدة
الاشقاء العرب. اصل هم بيقولوا ان هم الفلسطينيين الحقيقيين، فده تضليل. لا لا، الفلسطينيين حقيقيين عايشوا في اوروبا، احنا هجرناهم على اوروبا يعني مثلا. ما كانوش اليهود العرب ظلوا عرب، اليهود العراقي عراقي، اليهود المصري مصري. هي جولدا مير جايه من اوروبا الشرقيه طبعا، من اغلبهم هم اغلب نتنياهو ايضا نفس كل اغلبيه السكان بالاساس من الغرب، اوروبا الشرقيه والغربيه. اليهود العرب هم اصلا هم نفسهم كان عندهم يعني كان عندهم اضطهاد، يعني حتى بالحزب العمل بتركيبه العام ما كان يسموه اشكنازيم وسفارديم، يعني شرقيين وغربيين. لا، الليكود هو اللي عمل التغيير بالخريطه ب 77 لما اعتمد على الشرقيين، وهذا دليل على انه هم اصلا مش يعني هم مش شعب موحد. هم عندهم ديانه ولكن لا يوجد الوطنيه عندهم هان مختلفه، هم ركبوا الوطنيه على الدين، يعني خلوا الدين له هويه عكسنا. نعم، يعني احنا الدين ديان عادي، مسيحي مسلم يهودي عايشين تماما، ما عندنا مشكله في هذا الموضوع. نعم، منذ قليل هيئه البث الاسرائيليه تعلن اعتقال 4 اسرائيليين في قضيه التسريبات الامنيه بينهم نتنياهو. مستشار نتنياهو إيلي فلنشتاين. إيلي فلنشتاين. ازاي شايف المشهد ده، مشهد تسريبات من مكتب نتنياهو؟ هو لانه النكته وين هذول، انه هو كان نتنياهو يستخدمهم من اجل تضليل عمليه انه بدوش حل، بدوش اي حل في قطاع غزه. حتى الحل يعني انا بنضحك دائما، حتى الحل اللي هو يبقى فيه محتل قطاع غزه بدوش. بده يفرض ما يريده على القطاع بطريقته. هو بيتكلم عن القانون الانتقائي، تنفيذ القانون الانتقائي. يعني لا، المهم بدوش يعمل صفقه. يعني لانه هو بيعتبر انه هذا اي صفقه وهدوء الان هو بيعتبر مخسر له، لانه عنده محاكم في داخل اسرائيل. أي. في نفس الوقت بقول لك اي انتصار قد يسجل انتصار لبايدن، طب كاميلا هارس يعني هذا يمكن يساعدهم بالانتخابات، يزعل ترامب، وداخل في مشكله كبيره، هو نفسه متهم. يعني الفضيحه هاي مفترض في دوله ثانيه على طول يستقيل، يعني في دولة، بس هو وقاحته تفوق الحد، يعني هو اوقح من انجب دوله الكيان، هو اوقع شخص، اوقح من أوقع شارون، اوقع شخص بكثير، او اوقع شخص اجى لا يملك على الاطلاق كرامه، ما عندوش كرامه في هذا الموضوع، فاقد كل شيء، تمسكه يعني مر الامريكان لما قرروا سقطوه، سقطوه 98 لما تمرد على امريكا ورفض يطبق وايربر، قرروا اخذوا قرار علني انه لازم يسقطوا، كلفوا سفيرهم في هذيك الفتره مارتن انديك بالعمل على اسقاطه، وحدث تم اسقاطه قبل الفرق، واجا باراك طبعا اللي قاد معركة تدمير الهوية الوطنية في فلسطين بال 2000 بعد معركة كامب ديفيد وما حدث فيها. الآن هم بيعيشوا على بيعتقدوا انه هم حققوا انتصار تاريخي لتعزيز دولة اليهود، مش فقط في ال 48. الضفة الغربية الآن هناك نظام يهودي يتم تشكيله في الضفة الغربية، في عندنا 800,000 مستوطن الآن بالضفة الغربية، مسلحين، مدن، طرق خاصة فيهم، كل شيء، نظام كامل. ويعني حتى بعض اليهود اعتبروا انه هناك نظام فصل عنصري يتم بنائه في داخل الضفه. الان القدس خلص اعتبروا انه تقريبا هودوها، يعني يتعاملوا مع القدس انه خارج اي كلام سياسي. حتى طلعوا قرار ممنوع فتح قنصليات، امريكا عندها قنصليه تفتح بالقدس الشرقيه، قالوا لها ممنوع. كل ما عملته امريكا انه لا بصيرش عيب. هي مش دوله. طب حضرتك كنت وزيرا للمفاوضات. أنا يعني قعدت فترة بسيطة، هي كانت جزء من المناكفة. نعم. مع الرئيس أبو مازن بس. نعم. يعني أنا بس السلطة ما فيش فيها وزير مفاوضات، مفاوضات للمنظمة. نعم. هي لما أخذت المنصب كان الرئيس أبو عمار زعلان من أبو مازن، فأحطني أنا وزير، بس كان فترة. طيب. بعدين حلنا المشكلة. لو 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 أنت دلوقتي بتفاوض. أنا ضد أي مفاوضات مع هذه الحكومة. أنت ضد؟ ضد أي مفاوضات مع دولة إسرائيل، مع الكيان ده، مع دولة إسرائيل. اي مفاوضات سياسيه الان مرفوضه. امال ايه الصح؟ انا حكيت رايي من زمان وقلته وبحب اعيده دائما. احنا عندنا قرار الامم المتحده. يجب اعلان قرار الامم المتحده دوله فلسطينيه بالضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس الشرقيه. وخلي اسرائيل تحتلها، ما هي محتليتك. اعلن دولتك. اسحب الاعتراف من دوله الكيان. الى ان تعترف بك، ما رجع بعترف فيك. احنا اعترفنا اعتراف متبادل بين المنظمه واسرائيل. اسرائيل الغت اعترافها، طب كيف انا اتمسك بالاعتراف؟ على اي قاعده؟ اسرائيل الغت كليا اتفاق اوسلو، كيف بتمسك في بقاياه؟ يعني متمسك في ما لهم.
التنسيق الأمني وعدم وجود دولة وعدم وجود كيان مستقل، كثير قضايا مطروحة إنه في سلاح مش صحيح إنه لا تملك. أنت الآن تحت احتلال، إيه الدولة تحت الاحتلال، ليش ضلك سلطة تحت الاحتلال؟ ما دام هو محتل بده يعتقلك يعتقلك. بالأخير أنت رئيس شعب، أنت تمثل الشعب الفلسطيني. هم أصلاً مش مقتنعين بكده لدرجة إن أنا شفت فيديو لجندي إسرائيلي قاعد يشيل الخرائط من المدارس الفلسطينية. مش بس هيك، هم بيدخلوا بيطلعوا عادي، بالنسبة ممنوع، أنت في طرق ممنوع تمشي عليها بالضفة الغربية. نشوف الفيديو. في طرق الفلسطيني ممنوع يمشي عليها. كيف تعلق لنا على هذا الفيديو؟ هذه هي دولة اليهود الفاشية، هي هي الفاشية. عندما تختلع شعب وهوية شعب وكيان شعب رغم انه العالم كله معطيه اياه، والعالم لانه العالم هان يعني احنا عندنا في الامم المتحدة اعتراف بدولة فلسطين حوالي 50 دولة، اكثر من اسرائيل تقريبا يعني عم بنصير، ومع ذلك ولا دولة قادرة تفرض عقوبات حقيقية عليها لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، ونحن نتعامل مع أمريكا كشريك استراتيجي. ما فهمش كيف يعني كيف يمكن أن نتعامل مع أمريكا شريك استراتيجي لنا وهي بنفس الوقت الضامن الأساسي للدولة التي تعمل على كسر الهوية الكيانية الوطنية الفلسطينية. بالمناسبة هذا الحكي الآن كل واحد بيعتقد أنه إسرائيل لا تريده بكون وهمان. إسرائيل عايزة بطرق عديدة مش شرط احتلال، لأنه هي أداة، هي جزء من منظومة إمبريالية. إسرائيل ليست دولة متصلة، لا يمكن أن تكون دولة الكيان بهذا القوة بدون الولايات المتحدة الأمريكية طبعا. لا تستطيع على الإطلاق. وهو دلوقتي في أحد الاجتماعات الانتخابية كامالا هاريس تعد بإنهاء الحرب على غزة حال فوزها بالانتخابات بعد ما قطعوا خطابها كذا مرة، يعني ناس كارولاينا الشمالية في نورث كارولاينا في نورث كارولاينا رفعوا رافطات كانت هي قاعدة عندهم مشكلة. ما الآن يعني المفارقة وين؟ مرات بضحك انا يعني انه في المسلمين والفلسطينيين والعرب بقول لك بايدن وكاميلا هاريس مصرين على الحرب، وهذا صحيح والدعم، فبقول لك نصوت لترامب مع انه ترامب يعني ما فعله فينا اكثر سوءا مما فعله اي رئيس اخر. نعم. كسر قرار الامم المتحده من كسر قرار الولايات المتحده من 1948 فيما يتعلق بالقدس. امريكا لم تعترف انه القدس الغربيه جزء من دولة إسرائيل أو عاصمة لإسرائيل إلا في عهد ترامب. الحديث مع حضرتك دائما ذو شجون، ودائما ما بنشبعش من حضرتك، وبتنورنا دائما في مصر الجديدة، وبنحترم جدا كل آرائك. أشكرك شكرا جزيلا سيد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة مصر الجديدة إن شاء الله.